برشلونة طبعا أمس دخل المباراة بفرصة الفوز فقط ولا شيء غير الفوز، باعتبار أنه الجولة الأخيرة حتكون أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ على أرضه وسط جمهوره، وكلنا عارفين طبعا تاريخ برشلونة في السنوات الأخيرة قريبة مع بايرن ميونخ في إحصائيات آخر ثلاثة مباريات بس أمام بايرن ميونخ برشلونة تلقى 14 هدف، خسر 3-2 في 2015 في نصف النهائي قبل ما يصل النهائي، بعدين مباراة الثمانية الشهيرة، والمباراة الأخيرة في الكامب نو في نفس المجموعة دي خسر بثلاث أهداف نظيفة، تلقى 14 هدف الفريق وسجل 4 أهداف. فلصعوبة المباراة الأخيرة أمام بايرن ميونخ لبرشلونة، وصعوبة إنه يفوز على بايرن ميونخ على أرض وسط جمهوره، وبايرن ميونخ يسعى إنه يكمل المجموعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، ما أعتقد إنه بايرن ميونخ حيتنازل عن الثلاث نقاط على ملعب وسط جمهوره، وإنه يتسيد المجموعة بالعلامة الكاملة. في المقابل بنفيكا مباراته الأخيرة حتكون على أرضه وسط جمهوره، مع تطور مستوى بنفيكا هذا الموسم، وجود نجوم كبار في صفوفه ومدرب كبير هو المدرب البرتغالي خيسوس اللي يقدم مستويات جميلة جدا بصراحة الموسم ده مع بنفيكا، اللي هو حاليا أعتقد ترتيبه يمكن هو ترتيبه الثاني أو الثالث في الدوري البرتغالي، لكن حاليا هو بنفيكا أفضل فريق بيقدم كرة قدم. طبعا رغم أنه برشلونة متقدم بنقطتين على بنفيكا، برشلونة عنده 6 نقاط بنفيكا عنده 4 نقاط، بس برشلونة طبعا زي الأسباب اللي شرحناها برشلونة كان لازم يحسم التأهل أمس بالفوز على بنفيكا على أرض وسط جمهور، يمكن أمس المباراة يمكن صاحبتها بعض الغيابات خصوصا في خط الهجوم لبرشلونة، أنسو فاتي له هداف الفريق الموسم ده رغم غياباته الكثيرة بعد ديباي هو ثاني هداف تقريبا، رغم غياباته الكثيرة أنسو فاتي هو اللي حسم مباراة دينامو كييف بالفوز 1-0 في كييف، الهدف الوحيد اللي سجله أنسو فاتي، ورجع إنصاف الدوري أمام سلتا فيغو.